أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بالاستجابة الاحترافية للإعلام الوطني في مملكة البحرين مع جائحة كورونا والدور الكبير الذي لعبه في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع. أكد سعادة الوزير خلال اللقاء المباشر مع الصحافة المحلية على موقع اليوتيوب ضمن مبادرة لقاء مع مسؤول بتنظيم من مركز الاتصال الوطني أن صوت الإعلام البحريني صوت واعٍ وواثق يعكس طبيعة المجتمع وثقافته، وهو ما أهله ليكون قادر وبكل ثقة على التصدي لمحاولات التشويه وخطابات الكراهية التي تتعرض لها مملكة البحرين. وأوضح الرميحي أن البحرين تحركت مبكرا وقبل اكتشاف أول إصابة بأوامر مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في وسائل الإعلام المختلفة حيث توفرت المعلومات الدقيقة بكل شفافية أمام المواطن والمقيمين، وهو ما ساهم في رفع حجم الثقة بالأداء الرسمي للتعامل مع هذه الجائحة. أكد الوزير الرميحي أن الظرف الحالي شكل نموذجا فريدا في التعامل مع الإعلام، منوها إلى التعاون الكبير الذي أبداه الفريق الوطني والذي كان على اتصال مباشر ودائم مع وسائل الإعلام المختلفة، وهو النموذج الذي يجب أن يحتذى به سواء كنا في ظرف استثنائي أو في أي قضية من قضايا الرأي العام.